أول حاجة نحب نرحب بالإخوة الجزائريين اللي دخلوا جدد معايا قناتي ونقول لهم نورتوني، ونحب نقول لكم آخر تطورات الحرائق اللي صايرة في الجزائر الشقيقة اللي قاعدين نتبعوا فيها بصراحة لحظة بلحظة. للأسف عدد الشهداء قاعد يزيد بعد سقوط أرواح الأبرياء المدنيين، لحقوا بهم 25 جندي نحسبهم عند الله شهداء. وضعية كارثية تستدعي يعني التدخل الفوري بكل الإمكانيات في الوقت اللي يطلع فيه يعني ممثل الحكومة الوزير الأول وزير المالية ويقول إنه هما توا في مرحلة مفاوضات مع أوروبا لكراء طائرات إخماد الحرائق. لا تعليق بصراحة، نرجع لشهدائنا اللي سقطوا في الكارثة هذه، ماتوا يدافعوا على أرضهم، ماتوا ينقذوا في المواطنين، يعني تمكنوا من إنقاذ أكثر من 100 مواطن وماتوا اختناقا. من أحيا نفسا كأنما أحيا الناس جميعا، نحسبهم عند الله شهداء في منزلة الأنبياء والصديقين. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحب نعزي الشعب الجزائري الكل في الشهداء متاحهم، إن شاء الله ما تحش أرواح أخرى وتوفى الكارثة هذه أخف الأضرار. في الفيديو هذا اشتلقاه يعني صور الشهداء اللي سقطوا في الكارثة هذه، إن شاء الله نكون ما نسيت حتى شهيد. ربي يرحمهم الكل ورب يكون مع الشعب الجزائري.